هلا ومرحبا بكم في قناة سعودي أوتو. المعروف عن نيسان إنها دائما تقدر الجميع، عشان كذا أرسلت لنا دعوة لليابان عشان نشوف وننقل لكم أحدث أخبارهم وتقنياتهم. لما زرنا نيسان في اليابان شفنا عندهم ابتكارات جديدة راح تخلي النقل والتنقل أكثر أماناً وأذكى وأمتع، وهذا عن طريق التوجه الجديد نيسان Intelligent Driving اللي هي قيادة نيسان الذكية، وهي عبارة عن تقنيتين: Autonomous Driving القيادة الأوتوماتيكية، والزيرو ميشن وهو تقليل نسبة العادم إلى الصفر. ونيسان حاليا تبغى تنقل ابتكاراتها الجديدة إلى كل سياراتها من الفخمة إلى السيارات الصغيرة، حتى تصير هذه الابتكارات عامل مشترك بين كل سياراتها، وهذا اللي حيثير إعجاب عملاء نيسان، خصوصا لما يطوروا أنظمة السلامة والتحكم والراحة لكل الموجودين في السيارة. وزي كذا سيارة سيرينا اللي تصنعت بميزة البروبايلوت اللي من بعدها نيسان تبغى توسع في استخدام هذه التقنيات في موديلاتها في أوروبا والصين وأمريكا، وكمان في سيارات زيها منهم الليف الكهربائية والكروس أوفر الصغيرة الكاشكاي. وما حتوقف نيسان عند كذا، لكنها تسعى عشان تخلي سياراتها اقتصادية من خلال نيسان انتليجنت باور زي إي باور، وهي الطاقة الإلكترونية. عملوها نيسان في سيارة بليد جلايدر، واللي تعتبر واحدة من أكبر وأقوى أمثلة نيسان في عرض تقنياتها الجديدة والتصميم المشابه لسيارات السباق، فهي تعمل بمحرك كهربائي قوي ومطور وعالي الأداء. وحتشوفوا معانا في الحلقات الجاية تجاربنا مع سيارات نيسان الجديدة وشرح عنها أكثر بالتفصيل. وإذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب.